السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزتي التلميذة، عزيزي التلميذ، خلال درس الإنشاء لهذا اليوم سنكتشف معا مهارة إنتاج نص سردي، وبالضبط كتابة حكاية. في حصتنا الأولى ستتعلم معي، ستكتشف العناصر المكونة للحكاية، ثم سنتدرب معا على كتابة حكاية، ثم ستطبق بمفردك مهارة كتابة حكاية. من أجل هذه الأهداف سنقرأ الحكاية التالية لنتعرف معا العناصر المكونة لها. الحمامة المطوقة. ذات يوم نصب صياد شبكته ونفر فيها الحب، ثم كمن وراء شجرة. حطت حمامة يقال لها المطوقة مع صديقاتها بجانب الشبكة، وبدأن يلتقطن الحب غير مباليات بما يحدق بهن من أخطار، وسرعان ما علقن بالشبكة. أخذت كل حمامة تتخبط داخل الشبكة محاولة أن تخلص نفسها دون جدوى. صاحت المطوقة: أيتها الحمامات، لقد وقعنا في مأزق ولن يخلصنا منه إلا تضامننا، فلنتحد ونطر جميعا في وقت واحد. هيا بنا. 1 2 3. رفرفت الحمامات بأجنحتهن دفعة واحدة، فنطرن الشبكة من الأرض وحلقن بها عاليا في السماء. حط الحمام بعيدا، وطلبت المطوقة من صديقها الجرذ أن يخلصهن من الشبكة قائلة: أرجوك فك عنا هذه الحبال وابدأ بصديقاتي قبلي. فرد عليها الجرذ: ولكن أنت صديقتي وواجبي أن أخلصك أولا. قالت المطوقة: أخاف لو خلصتني أن يدركك الفتور فلا تخلص صحيباتي. قرض الجرذ الحبال وحرر الحمامات، فعدنا إلى أعشاشهن فرحات سعيدات. إذن هذه الحكاية التي بين أيدينا تتضمن عدة عناصر سنكتشفها من خلال هذه الخطاطة. العنصر الأول عنصر المكان. أين وقعت الحكاية؟ وقعت في الغابة، جيد، وراء شجرة. العنصر الثاني الزمان، متى؟ نعم، جيد، ذات يوم. العنصر الثالث الشخصيات، من؟ جيد، الصياد، الحمامات، المطوقة وصديقاتها. ثم كذلك الأحداث التي وردت في الحكاية عرفت 6 مراحل. المرحلة الأولى وضعية البداية، كان كل شيء مستقر. ذات يوم نصب صياد شبكته ونتر فيها الحبة، ثم كمن وراء شجرة. بعد ذلك وقع تحول. حطت حمامة يقال لها المطوقة مع صديقاتها بجانب الشبكة. إذن بعدها وقع مشكل، سرعان ما علقنا بالشبكة. بعد هذا المشكل ستتوالى عدة أحداث لحل هذا المشكل. حاولت الحمامات التخلص من الشبكة، رفرفت الحمامات دفعة واحدة، حط الحمام بعيدا، طلبت المطوقة المساعدة من صديقها الجرذ. والآن سنصل إلى الحل. قرض الجرذ الحبال وحرر الحمامات. وفي الأخير سنعود للاستقرار الأول، وضعية النهاية، فعادت إلى أعشاشهن فرحات سعيدة. إذن عزيزتي التلميذة، عزيزي التلميذ، لكي تكتب حكاية يجب على حكايتك أن تتضمن هذه العناصر: المكان، الزمان، الشخصيات، ثم وضعية البداية، التحول، المشكل، توالي الأحداث، الحل، وأخيرا وضعية النهاية.
الآن سنتمرن معا على كتابة حكاية. اخترت لك ولك عزيزتي التلميذة وعزيزي التلميذ حكاية الراعي الكذاب. نعم أعرف أنك تتذكرها، سنعيد كتابتها بأسلوبنا. هيا بنا سنعرض الآن صور مقاطع الحكاية. لدينا 6 صور، كل صورة تمثل وضعية من الحكاية. الحدث الأول، نعم جيد، وضعية البداية يمكن أن نصوغها على الشكل التالي. كان أحد الرعاة يقضي يومه في حراسة قطيعه في ربوة تطل على القرية. نعم بعد وضعية البداية سيأتي التحول. جيد، مثلا نكتب شعر الراعي بالملل فخطر بباله أن يخدع أهل القرية وكأن ذئبا هجم على أغنامه. إذن ماذا سيقع؟ سيقع مشكل. نكتب مثلا ثم صرخ بأعلى صوته أنجدوني، هجم الذئب على القطيع. عندما سمعوه أسرعوا إليه حاملين معهم العصي. الآن ماذا سيقع بعدها؟ أما الراعي فقد طرح أرضا من شدة الضحك قائلا كنت أمزح، فغضب أهل القرية وانصرفوا. لاحظوا معي ماذا سيقع بعد ذلك. نعم جيد، جاء الذئب. يمكن أن نكتب وذات يوم هجم الذئب على القطيع وإذا بالراعي يصرخ طالبا النجدة دون جدوى. بعد ذلك أخيرا ماذا حدث للراعي؟ بكى الراعي وشعر بالندم الشديد ووعد نفسه ألا يكذب أبدا. نعم الآن أنهينا سويا كتابة الحكاية، سنكتبها على شكل فقرات. ولا تنسى عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة أنني أستعمل أدوات للربط بين الجمل. كذلك لاحظوا معي أستعمل الجمل الفعلية. يقضي يومه، تطل على القرية، شعر الراعي بالملل، خطر، هجم، صرخ، كل هذه جمل فعلية. نعم الآن سوف ندرج عناصر هذه الحكاية التي كتبناها سويا وفق خطاطة الحكاية. إذن المكان أين؟ أدرجنا المكان في حكايتنا، ربوة تطل على القرية. ثم الزمان، متى؟ متى؟ يوميات الراعي، دائما الراعي يرعى غنمه. ثم الشخصيات، من؟ إذا ذكرنا الراعي، أهل القرية، قطيع الغنم، ثم الذئب. بعد ذلك بدأنا حكايتنا بوضعية بداية. نعم فعلا قمنا بذلك. كان أحد الرعاة يقضي يومه في حراسة قطيعه في ربوة تطل على القرية. ثم وقع تحول، أن الراعي شعر بالملل فوقع مشكل، وهو أنه كذب على أهل القرية. لتتوالى بعد ذلك أحداث كثيرة. طلب الراعي النجدة من أهل القرية، أسرع أهل القرية حاملين معهم العصي. طرح الراعي أرضا من شدة الضحك. ذات يوم هجم الذئب على القطيع. إذن نمر إلى الحل. لم يستجب أهل القرية لنداء الراعي. هنا في هذه الحكاية المشكل كذب الراعي، والحل عدم استجابة أهل القرية لكذب الراعي. ثم نصل في النهاية إلى مغزى رائع، وهو ما توصل إليه الراعي. بكى وشعر بالندم الشديد ووعد نفسه ألا يكذب أبدا. نعم إذن بعد كتابتنا لهذه الحكاية الجميلة، الآن أتى دورك بمفردك. عزيزتي التلميذة عزيزي التلميذ، سأعطيك مهمة تقوم بها في المنزل.
اكتب حكاية من خيالك. إذن ستكتب حكاية من خيالك في 10 أسطر على غرار هاتين الحكايتين، معتمدا الخطاطة التي قمنا بدراستها. وتذكر، لكتابة حكاية أستعين بخطاطة تتضمن هذه العناصر كلها: المكان، الزمان، الشخصيات، وضعية البداية، التحول، المشكل، الأحداث، الحل، ثم وضعية النهاية. وكذلك لا تنسى أن تستعمل أدوات الربط وتعبر باستعمال جمل فعلية. بعد كتابتك للحكاية التي اخترتها، يمكنك إعادة قراءتها بالاستعانة بالشبكة التالية. ستتحقق بمفردك من كونك كتبت حكاية تذكرت فيها مكان وزمان الحكاية، ستجيب بنعم أم لا. ذكرت شخصيات الحكاية، نعم أم لا. احترمت بنية الحكاية وعناصرها، هل استعملت أدوات الربط وعلامات الترقيم؟ هل احترمت القواعد اللغوية؟ وهل كتبت بخط واضح ومقروء؟ في انتظار إنجازك وإنجازك لمهمتك، أضرب لكم موعداً في الحصة المقبلة، ولا تنسوا أنني بانتظار منتوجاتكم. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.